نتائج تاريخية كبيرة حصلت أكتر من مرة في ماتشات كأس العالم، فيها الماتشات اللي لسه فاكرينها وماتشات تانية بتروح من على بالنا، ونتائج كبيرة نقدر نقول عليها إنها فضيحة وحصلت كتير في المونديال. وكلنا طبعا فاكرين النتيجة التاريخية لمنتخب ألمانيا ضد البرازيل في 2014 لما كسبوا 7-1 على أرضه ووسط جمهوره، والمعروفة بفضيحة مينيرو. لكن حتى سباعية ألمانيا في مرمى البرازيل مش أكبر نتيجة مباراة في كأس العالم، وحتى مش في قائمة أكبر 10 نتائج في تاريخ المونديال. تعالوا مع بعض نعرف إيه هي أكبر نتائج الماتشات في تاريخ كأس العالم. هنبدأ مع بعض من النتائج القليلة لحد ما نوصل في الآخر لأكبر نتيجة ماتش في تاريخ كأس العالم. وحتى النتائج القليلة اللي هنبدأ بيها دي هي نتائج كبيرة جدا بالنسبة لماتشات كرة القدم. رقم 10 في قائمة أكبر النتائج في كأس العالم هي مباراة البرتغال وكوريا الشمالية في كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا، لما البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو كسبت 7-0. ورقم 9 كانت مباراة بين بولندا وهايتي في مونديال 1974 في ألمانيا الغربية، ووقتها بولندا كسبت 7-0. أما بقى رقم 8 فكانت مباراة بين تركيا وكوريا الجنوبية في كأس العالم 1954 في سويسرا، وبرضو انتهت بفوز تركيا 7-0. المباراة رقم 7 في قائمة أكبر النتائج في تاريخ المونديال كانت بين أوروغواي واسكتلندا في كأس العالم 1954، وفاز منتخب أوروغواي بنتيجة 7-0. نتيجة 7-0 خلصت. والمباراة رقم 6 في القائمة كانت بين ألمانيا والسعودية في كأس العالم 2002 في كوريا واليابان، لما ألمانيا كسبت 8-0. ورقم 5 كانت بين أوروغواي وبوليفيا في مونديال 1950 في البرازيل، ووقتها كسب منتخب أوروغواي 8-0 برضه. نتيجة 8-0 اتكررت تاني لما منتخب السويد كسب كوبا في مونديال 1938 في فرنسا. المركز الثالث كان من نصيب يوغوسلافيا ضد زائير في مونديال 1974 في ألمانيا الغربية، لما منتخب يوغوسلافيا كسب 9-0. والمركز الثاني كان لمباراة المجر ضد كوريا الجنوبية في مونديال 1954 في سويسرا، ووقتها منتخب المجر كسب 9-0. وأكبر نتيجة في كأس العالم كانت في مونديال 1982 في أسبانيا في مباراة المجر ضد السلفادور، ووقتها منتخب المجر كسب السلفادور بنتيجة 10-1، عشان تكون دي أكبر نتيجة لمباراة في تاريخ كأس العالم. أخيراً، هل تتوقع أننا نشوف نتيجة كبيرة وتاريخية في مونديال قطر 2022؟